صراحة من بعد الفيلم 30 مليون مع صديقتي ابتسام تسكات يسار ودريسو مهدي كان فيلم في عيد الفطر اللي هو مع أمير كرارة غادة عادل والفنان التركي في حريم السلطان. تجربة جميلة. أنا ضيفت شرف من المغرب وكيشرفني دائما نكون متواجدة في أعمال بحال هكا لأنه كتضيف ليا وكتضيف ليا كفنانة لأنه كيختاروني في من بلادي المغرب. شكرا. كاين كليب دابا بلاش اللي غادي يخرج اللي هو صورته في شهر 8 وإن شاء الله غادي يخرج هذا الشهر إن شاء الله. بالعكس الله يكمل عليها بالخير وأي أكيد يعني الوحدة ملي كتزوج هذيك فرحة عمر ديالها كتمنى لهم التوفيق بالرفاه البالي إن شاء الله. ميرسي بوكو. علاش لا بيان سور بيان سور. ميرسي بوكو. ميرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.